طبعا في البدايه صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وطبعا برحب بالكابتن ماهر همام واحد من نجوم النادي الاهلي، وبقول لك يا نهاوند الحمد لله على السلامه، نورت الاستوديو من جديد، واكيد الكثير من جمهور النادي الاهلي كان يعني بيتمنى لك كل السلامه، ويعني ان شاء الله تبقى يعني نتمنى كل السلامه كل الشفاء ليك يعني لكل المصابين او اللي انصابوا بفيروس كورونا. شكرا ليك جدا يا فاروق، انا مش هنسى انك كلمتني اكتر من مره كمان تسال عني، شكرا ليك جدا. اتفضل. طبعا احنا هنا موجودين في تونس العاصمه، طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والترجي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي. طبعا زي ما انت قلت الظروف متشابهه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي. هنا يعني لو هنتكلم على المعسكرين ويعني كواليس السفر من القاهره الى تونس، طبعا النادي الاهلي كان توجه الى مطار القاهره، والاقلاع من مطار القاهره كان في تمام الساعه الرابعه. رحله الطيران استمرت لاكثر من ثلاثه ساعات ونصف، كان الوصول لمطار قرطاج في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس. طبعا كان في استقبال فريق النادي الأهلي لدى وصوله لمطار قرطاج المعالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية، إلى جانب الأستاذ حمدي المؤدب رئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي. كان حريص جدا أن هو يستقبل الكابتن محمود الخطيب وفي بعثة فريق النادي الأهلي وتذليل كل الأمور وكل الصعاب في مشهد يعني نقول بيدل على العلاقات الممتدة والعلاقات التاريخية اللي دايما بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الترجي، وأيضا اللي بتجمع ما بين الشعبين. يعني أنا عايز أتكلم يا نهواندي من هذا المنطلق على العلاقة، يعني زي ما أعلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عام 2021 هو عام مصر وتونس للثقافة والفن والتراث، يعني هينطلق هذا يعني بعد يوم 23 من هذا الشهر الجاري، واعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس بن سعيد ايضا لان عام 2021 هو عام الثقافه والفن والتراث ما بين مصر وتونس، والعلاقه بتشهد يعني ارث تاريخي ممتد ما بين البلدين. ده اللي احنا بنشوفه من يعني خلال وصولنا لفندق الاقامه والترحيب اللي بنشوفه من الشعب التونسي ببعثة فريق النادي الأهلي وأيضا بلاعبي النادي الأهلي، والجميع كان حريص على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي النادي الأهلي وأيضا الكابتن محمود الخطيب اللي بيحظى بشعبية جارفة هنا في تونس، وأمور كلها بتدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي. لدى وصولنا للفندق الإقامة اللي بيبعد عن المطار يعني بنصف ساعة، حرس طبعا الدور الكبير جدا اللي بيقوم به المسؤول السفارة المصرية طبعا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي على انهاء كافه الاجراءات وتسكين كل لاعب في غرفه مستقله طبعا يعني طبقا لبروتوكول ومراعاه لظروف اجاحه كورونا واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه الخاصه هنا بتونس، وايضا ببعثه فريق النادي الاهلي. نقدر نقول يعني كان في اجتماع بسيط ما بين الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي للتنسيق لكل البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي. هنتكلم على البرنامج اليوم، طبعا انطلق اليوم بتناول اللاعبين لوجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 3:30، ثم التحرك لملعب الجامعه التونسيه اللي هيأدي النادي الاهلي عليه المران الاول اليوم. من الامور المهمه جدا اللي عايز يعني احنا نتكلم برضو عليها ان بالامس بعد مشاركه علي معلول مع منتخب تونس امام مالي انضم يعني سريعا عقب انتهاء المباراه مباشره، يعني التحق ببعثه فريق النادي الاهلي وانضم بالامس مع ولتر بواليا لفريق النادي الاهلي. من المقرر ان شاء الله ان ديانجا يكون موجود النهارده على يعني ان شاء الله على وجبه الغداء، ثم الانطلاق الى المران علشان تكتمل صفوف فريق النادي الاهلي. طبعا الوجوه لعيبه النادي الاهلي انا هوند لو بنتكلم معاهم والاحاديث الجانبيه اللي كانت على متن الطائره، الجميع عارف قيمه المباراه وعارف خلاص الجميع نسي ان احنا ابطال البطوله التاسعه، بنفكر في البطوله العاشره. قفشه كان ليا كلام معاه على الطائره كان بيتكلم على اهميه البطوله، وقال احنا حققنا بطوله لكن انجازنا الكبير هيبقى ان احنا نحقق البطوله للمره الثانيه والمره الثالثه، لان ده املنا وده طموحاتنا مع النادي الاهلي. كلنا كلاعبين جاهزين ان شاء الله نكون على قدر وطموحات الجماهير، ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا جاهزين للمباراه. طبعا الاتحاد الافريقي كان اعلن اسناد المباراه للحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز اللي هيدير هذا اللقاء طبعا، وهيكون موجود معاه سيكازوي على تقنيه الفور. انا موجود معاك يا نهاوند، موجود معاك يا كريم، لو في اي استفسار او اي تساؤل.
من المراسلين، انت من المراسلين يا فاروق اللي بيخلونا ما عندناش نقطه نسال فيها، لان ما شاء الله بجد تغطيه اكثر من رائعه. انت اوفتنا، انا كان طبعا في ذهني اسئله كتيره جدا، لكن انت يعني استرسلت وقلت كل او اجبت عن كل التساؤلات اللي كنت محضرها. فعلى كل حال احنا متابعين معاك طبعا، وباذن الله ترجعوا لنا يوم السبت كده منتصرين يا رب دايما. شكرا ليك يا فاروق، واكيد قناه الاهلي متابعه معاك يعني كواليس البعثه خطوه بخطوه. شكرا. كلامنا مع ضيفنا